دلوقتي احنا مقبلين على الفصل الدراسي الجديد وحصل تطوير في المناهج. كنا لسه بنقول قبل الفقره المجتمع البشري بطبيعته، بس هتصححني بقى عشان ده تخصصك، هو طول الوقت يقف امام كل ما هو مستحدث او جديد لانه يجهله فبيكش. تمام. وانا من دعاه انه ونكش ليه؟ احنا نقتحم الموضوع ونطور نفسنا بما يتفق ونتعامل ونتكيف وما الى ذلك. احنا مقبلين على فصل دراسي جديد، مقبلين على مناهج مطورة. هنتعامل معها ازاي في النطاقين اولياء الامور والتلامذة؟ طيب في البداية برضك عشان نصح المفاهيم، تطوير المناهج بدأ من مرحلة الكي جي 1 و 2 واصل الان الى الصف الخامس الابتدائي. حلو. وخلال السنوات القادمة هيخش على ستة ابتدائي، فالاعدادي في مرحلة ثانوية. المرحلة الثانوية ما حصلش تطوير في المناهج، لكن حصل تطوير في نظم التقويم والامتحانات. الامتحانات بقت بتيجي بتقيس عمليات عقلية عليا وعمليات إبداع وتفكير ابتكاري وكده، فمن هنا حصلت مشكلة بالنسبة لامتحان الثانوية العامة. أرجع تاني لسؤال حضرتك عن تطوير المناهج وصدمة أولياء الأمور. في البداية العمليات التعليمية بحكم إن هي بتخص شريحة كبيرة من المجتمع المصري، فبالتالي في هنا العين عليها بشكل كبير جدا، في قلق وتوتر بين اولياء الامور وبالذات لدى طلاب او اولياء امور طلاب الصف الرابع والخامس الابتدائي. ليه؟ طورنا المناهج. طيب التطوير ده حاجه وحشه ولا كويسه؟ التطوير ده قولا واحدا ممتاز. حلو. تمام. وبراي المتخصصين ان هو ممتاز، حتى الناس بتوع اساتذه الجامعات في اقسام العلوم والرياضيات واللغه الانجليزيه كلهم بيتفقوا ان هو منهج مطور وجميل جدا. ده منهج عالمي.